وسعد الحارثي بانتظار صافرة ممدوح المرداسي حكم هذه المباراة الذي يساعده عبد الله العباد كمساعد أول والمساعد الثاني السيد عبد العزيز الأسمري. ضربة البداية لصالح المنتخب السعودي كامل موسى خستان يتغير الآن بشكل كبير جدا عن بدايته مع القارة الآسيوية. هذه كرة بالرأس ملعوبة إلى خارج أرض الملعب ضربة مرمى لصالح تيسير الانتب حارثي. الحارثي رجع لي كامل موسى. الموسى يلعب كرة قصيرة لسعود كريري. كريري لسعد ممتازة من سعد يعدي من واحد يلعب لكرة في الجهات اليمين. محاولة ممتازة لصالح المنتخب السعودي. راشد الريبي يلعب لكرة عرضية لكن بعد ذلك تذهب إلى خارج أرض الملعب رمية جانبية. وليد عبد ربه خالد عزيز. عزيز يلعب كرة في الجهات اليمين لصالح المنتخب السعودي. عبد عطيف يحاول في الكرة يلعبها بالجهات اليمنى. راشد الريب موجودة مع الكرة رجع لصالح عبد عطيف اللي يلعب كرة عرضية ملعوبة بالرأس من ياسر القحطاني لكنها إلى خارج أرض الملعب ضربة مرمى لصالح ياسر القحطاني. القحطاني يحاول يعدي ياسر القحطاني يلعب كرة بالجهات اليمين يرجع كرة في الخلف. محاولة لسعد الحارثي. الحارثي يعدي من أكثر من واحد ممتازة من الحارثي ويكسب مخالفة. سعد الحارثي في عملية مرور أكثر من لعب كانت ممتازة من سعد الحارثي لكن حكم المباراة يحتسب مخالفة على سعد وبطاقة صفراء على سعد الحارثي. اكتساب ضربة جزاء بل أنها مخالفة ضد سعد الحارثي باعتبار التمثيل على حكم المباراة السيد ممدوح المرداسي. خطأ ضربة حرة مباشرة في الجهات اليسار لصالح لوكسمبورغ. ضربة حرة مباشرة لاعبين واقعين على أرضية الملعب. اصطدام كان بين راشد الرهيب بالإضافة إلى دي موتا. عزيز لوليد عبد ربه. عبد ربه يلعب الكرة باتجاه محمد الشلهوب. الشلهوب توزيع كرة سليم لكامل موسى. عرضية ممتازة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. كرة ممتازة لصالح المنتخب السعودي. كرة ممتازة كانت لصالح المنتخب السعودي على رأس سعد الحارثي لكنها ما اكتملت للمرمى في حين كرة ممتازة جدا. الشلهوب لعب كرة لكامل موسى كامل بلمسة واحدة بس إلى سعد الحارثي. الاتجاه الأيمن ترجع مرة ثانية المنتخب السعودي. المحاولة باليمين فيها خطأ ضربة حرة مباشرة. ياخذ إذن من ممدوح المرداسي ويلعب كرة عرضية تطلع إلى خارج أرض الملعب ضربة مرمى. الماضي وهذا الموسم يخول في الوصول لتمثيل المنتخب السعودي. هذه كرة ملعوبة بالاتجاه الأيمن ممتازة جدا لصالح الأخضر تلعب عرضية لكنها إلى خارج أرض الملعب ضربة زاوية عن يمين حارس المرمى جوناتان جوبي. لومبارديلي كرته أيضا هو الآخر مقطوعة ترجع لصالح المنتخب السعودي باتجاه ياسر القحطاني. القحطاني يلعبها للأمام ممتازة هذه المحاولة باتجاه سعد الحارثي. الحارثي كرة عرضية ملعوبة لمنطقة الجزاء تروح باتجاه محمد الشلهوب. الشلهوب يلعب كرة عرضية لكن تنقطع. التركيز حتى الآن غير موجود من لاعبين المنتخب السعودي. محاولة في اليمين راشد الرهيب وساوي ينجح ويرجع بالكرة منتخب السعودي ياسر القحطاني. القحطاني يعدي ياسر يحاول يمر من الثاني للحارثي لياسر للحارثي من جديد خطأ ضربة حرة مباشرة. حلوة لما يتحرك الثنائي الحارثي والقحطاني. حلوة لما يحضر التفاهم بين الحارثي والقحطاني على مرمى المنتخب السعودي. تردد في عملية التصويب وكرة تتصوب أخيرا لخارج أرض الملعب بتروح ضربة مرمى. شلهوب لاعب من الطراز الرفيع في صناعة الألعاب قصير لكنه مكير وذكي جدا. شلهوب يصوب كرة هذه المرة إلى حارس المرمى جوناتان جوبير. واضح كثير من كرات المنتخب السعودي يبدأ خالد عزيز وسعود كريري. الكرة ملعوبة لإعطيف تجاه سعد الحارثي. الحارثي لمحمد الشلهوب. الشلهوب يوزع كرة ممتازة لراشد الرهيب بالجهات اليمين. الرهيب يلعب كرة عرضية لكنها إلى خارج أرض الملعب. فاولات بالجملة بالمباراة. محاولة ملعوبة عرضية القحطاني لكامل موسى لكن الكرة راحت إلى خارج أرض الملعب ضربة مرمى ملعوبة لعطيف.
الطيف لراشد الرهيب، كرة سريعة ممتازة لكن تنقطع دائم، الكرات العرضية مقطوعة للشلهوب، الشلهوب بكرة اللعب داخل منطقة الجزاء، القحطاني هيئة لعطيف، ممتازة المحاولة، ممتازة المحاولة إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى لطيف. الكرة لراشد الرهيب، الرهيب لعب عرضية ترجع مرة ثانية لعطيف، عطيف يلعب الكرة العرضية، ممتازة القحطاني، عنده كرة ممتازة القحطاني، لما يكون الكرة ارتفاعها متوسط دخول ياسر القحطاني بالراسية ممتاز. هذه محاولة القحطاني الماضية إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى لصالح حارس المرمى جوناتان جوبير، لكن شوف شوف ممتازة المحاولة من ياسر القحطاني. سيشار إلى دقيقة مضافة على 45، هذه محاولة ملعوبة عرضية تتشال بالراس، ترجع مرة ثانية المنتخب السعودي، ملعوبة في وسط الملعب، نعم كانت هي المحاولة الأخيرة، ضربة الزاوية الماضية. مشاهدين الكرام، سيداتي أنساتي سادتي أيها الإخوة الرياضيون العرب من الوطن العربي الكبير، أينما كنتم ينتهي زمن شوط المباراة الأول. القانون في هذه المباراة، ضربة البداية لصالح منتخب لوكسمبورغ الذي يحضر عن يمين سادتي المشاهدين الكرام، في حين المنتخب السعودي عن يسارهم، الكرة ملعوبة للخلف لصالح منتخب لوكسمبورغ الذي يتقدم بكرة ملعوبة من الجهة اليسار، الفرصة متواجدة بوسط الملعب أرض الملعب، رمية جانبية. المشكلة اللي واجه لاعب المنتخب السعودي بعد هذه الكرة نتحدث عنها، ضربة جزاء الآن، ضربة جزاء، ضربة جزاء جيم وغينر يتسبب في ضربة جزاء، محمد الشلهوب بقاد كرة من الجهة اليسار يكسب ضربة جزاء لصالح المنتخب السعودي، على حراسة المرمى جوناتان جوبير، جوبير وعطيف، جوبير عطيف، جوناتان جوبير وعطيف، عطيف يتقدم كرة في المرمى، هدف يعني منتخب لوكسمبورغ إلى هذه الدرجة يجهل بالقانون، لاعب يعني سابق عبد عطيف في الكرة الماضية، غريبة الحارس مرمى يتقدم إلى نصف منطقة الستة ياردة والمدافع يسابق عبد عطيف في الوصول إلى الكرة، والكرة أخيرا هدف لصالح المنتخب السعودي عن طريق عبد عطيف من ضربة جزاء، ضربة حرة غير مباشرة على سعد الحارثي مع الكرة الماضية. لعطيف، راشد الرهيب، الرهيب يلعب كرة ممتازة للقحطاني فيها مخالفة، ضربة حرة غير مباشرة، ضربة حرة غير مباشرة، إيريك هوفمان مبرر من هوفمان، وأيضا عنف أرجنتين التانجو في فرنسا ديوك في السعودية الصقور، لكن ممكن تقول لوكسمبورغ الجزارين. القحطاني في كرة ممتازة تروح على القائم الأيمن، ممتازة من ياسر القحطاني، التصويبة كانت ممتازة على يمين حارس المرمى جوناتان جوبير، على طول راحت إلى القائم الأيمن اللي يتصدى لكرة القحطاني، لاحظ لاحظ كرة ياسر القحطاني ممتازة جدا من ياسر، ارتطمت في القائم الأيمن لجوناتان جوبير، ينشد عن الانسجام بين لاعبين المنتخب عبر هذه المباراة. ممكن كل الافتراضيات موجودة في هذه المباراة. هنا خطأ، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة لسعد الحارثي، الله يستر الله يستر الله يستر ويعدي هذه المباراة على خير. التغيير كامل، موسى يغادر أرضية الملعب بديلة زيد المولد، اشتباك بين لاعب المنتخب السعودي ولاعبي منتخب لوكسمبورغ، ما هو مفترض أبدا أننا نتشابك مع لاعبين منتخب لوكسمبورغ إذا رجعنا للوراء ومباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب العراقي في نهائي كأس أمم آسيا، كيف كان العنف الغير مبرر من جانب لاعبين المنتخب العراقي، العنف الذي يستفز لاعبين المنتخب السعودي في تلك المباراة. لذلك مطلوب أن يكون الحديث ما بين قائد المنتخب السعودي وحكم المباراة بشكل مباشر، لاعب ما له حل، لاعب سريع وسرعته يمكن يواجه منتخب لوكسمبورغ مع المنتخب الفرنسي في يوم الأحد،
كلها تتكرر في يوم الأحد رغم أنها في سنوات متفاوتة. هذه كرة بالجهة اليسار، محاولة ملعوبة للقحطاني، يا رايق يا رايق يا قحطاني، كرة لعبت على طول إلى ياسر القحطاني. ما عليك خوف يا أنقص ما دام عندك ياسر القحطاني، استلم كرة ممتازة على طول وضعها في المرمى. الهدف الثاني في هذه المباراة، الهدف الثاني في هذه المباراة من ياسر القحطاني. استلم كرة ممتازة جدا، شوف الإعادة من جديد، المحاولة، نعم هذه الكرة السريعة مطلوبة، المحاولة ملعوبة عرضية لياسر القحطاني، استلم الكرة بشكل ممتاز بكل روقان وضعها في مرمى منتخب لوكسمبورغ. الهدف الثاني عبر هذه المباراة، الأول كان حاضر من ضربة جزاء لصالح عبد عطيف اللي سجل ضربة الجزاء، ومن ثم إضافة من ياسر القحطاني في شوط المباراة الثاني للهدف الثاني. كنت أتكلم عن منتخب لوكسمبورغ، منتخب لوكسمبورغ لعب في ثلاثة سنوات متفاوتة، ثلاثة مباريات ضد منتخب الديوك الفرنسية، كلها الغريب فيها يوم الأحد الموجود على دكة البدلاء بالنسبة للمنتخب السعودي. تغيير راشد الريبي غادر أرضية الملعب مانشستر يونايتد. كرة داخل المنطقة، محاولة تصويب وتيسير انتف ينجح، ومحاولة التصويب الثانية، التصويب الثانية من دانكوليتي إلى خارج أرض الملعب. ناصر الشمراني هداف الدوري السعودي الممتاز، لاعب وصولة بدون شك مستحق لتمثيل المنتخب السعودي. لعطيف يلعب الكرة لحسن معاذ، محاولة ممتازة في الجهة اليمين، ملعوبة عرضية لناصر الشمراني، الكرة أخيرا تروح إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى لصالح منتخب لوكسمبورغ. مالك معاذ ياخذ كرة لمناف بوشقير، إلى مالك معاذ، إلى مناف مرة ثانية، مناف يحاول يعدي، عد أكثر من لاعب مناف، وزع بشكل ممتاز لعطيف، وعملية تصويب إلى حارس المرمى. كارلوس فيريرا يلعب كرة طويلة معها ضربة جزاء لصالح منتخب لوكسمبورغ، ضربة جزاء يتسبب في ضربة جزاء، لاحظ الكرة الماضية والله فيها وعليها، ما هي بأكيدة من الحكم ممدوح المرداسي أنها ضربة جزاء. منتخب لوكسمبورغ والتقدم من ريني الذي يضع الكرة في المرمى. الهدف الأول إذا لصالح لوكسمبورغ في هذه المباراة مع دقيقة رقم 42، 87 من عمر المباراة ككل، الكرة راحت عن يسار تيسير الانتيف. الهدف الأول في هذه المباراة بأي شكل من الأشكال. وفعلا مشاهدينا الكرام في هذه الأثناء تحضر صافرة السيد ممدوح المرداسي حكم هذه المباراة ليعلن عن نهايتها بفوز المنتخب السعودي.